باش نحكيوا على المفقودين في حرقة 4 ماي، وبعدين زوز عائلات باش يحكيوا معنا في الإطار هذايا والتطورات نتاع القضية هذه نتاع المفقودين في حرقة 4 ماي. السلام عليكم ورحمة الله. احنا تابعين حرقة 4 ماي، نتكلم باسمي واسم 38 شخص مفقودين تابعين 4 ماي. لإله الله رسول الله غير ما نذكر 34 شخص، فيهم اللي طالب العلم وفيهم من طالب العمل ويتقدم لسيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد اللي هو باش يساندنا واللي هو باش يسمعنا واللي هو باش يفيدنا بالمعلومات اللازمة. احنا اليوم شاهدين على نار، نموتوا في النهار أكثر من 7 مرات، مرة توصلنا أفراح أخبار تصرنا، مرة تجينا أخبار اللي تهدنا. سامحني مدام، أنت شكون عندك مفقود؟ أنا أم أيوب المساهلي. قداش عمره؟ عمره 18 سنة، تلميذ. معناها عدى التريمست الأولى والتريمست الثانية، ناجح، لكن فما ظروف قاسية اللي خليته باش يعمل في مخه حالة الحرقة. فهمت؟ نتمنى باش نوصل صوتي لسيد رئيس الجمهورية قيس سعيد اللي باش ينظر في الموضوع هذايا وينظر لاولاده، هما اولاده اللي حاملين جنسيه تونسيه، واحنا انا واحده من الناس، عمري ما انتخبت رئيس، انتخبت قيس السعيد. فهمت؟ اللي هو باش يحس بوجعتنا واللي احنا رانا ماناش عايشين. اليوم شهرين اولادنا تشردوا، عائلات تحتمت، ما عاش عندنا معناها حتى امل في الحياه بعد اولادنا. باش نعملوا عودة على تفاصيل عملية الحرقة هذه. طبعا احكونا المعطيات اللي عندكم بالضبط، وقتاش صارت الحرقة، وين البلاصة بالضبط؟ هي انت تحكي لي المعلومات. مع السلامة. أنا أم قصي طرشوني، عمره 20 سنة، حرق نهار 4 ماي. أنا حرق من قربة، ما عنديش معلومات برشا، معناها بعد سمعت كيفاه في بالي، معناها كيما حرقوا برشا، معناها ملحومه نفس الخيط يقولوا هكي. بل كل شيء انت كي سمعت العمليه تاع الحرقه هي تفاجئت، ولا كنت تعرف انه باش يحرق قبل يخلص الحرق؟ لا ما نكذبش، في بالي بولدي باش يحرق، معناها حاولنا باش ما يحرقش، حاولنا عملنا معاه معناها جميع المستحيلات، معناها وما هوش مستحق ولدي. الناس الكل تعرف اللي قصي طرشوني ما هوش مستحق للحرقة، أما الله غالب. الوضع المادي سافالي؟ الحمد لله، عنده صاحبه لنتي معناها كي حرق يحب يخلط عليه، لا أكثر لا أقل، معناها الحمد لله معناها متيسرة معاه. ولدي في العشرين سنة معناها ماخذ البيرمي، عنده ليفون، الحمد لله معناها خلاني انا راجلي مازال كي توفى خلاني الحمد لله معناها بداري وموفرت له هو بالذات، معناها موفرت له انا كل شيء باش ما يجبدليش هالحرقه. معناها عنده عمته في فرنسا، قالت له راني انا ما نعاونكش في حتى شيء، الحرقه ليه؟ وخاف لي خاف لي ما تخليش ولدك يحرق. والله غالي. النهار هذاك دونك من 4 اكتوبر الى 4 ماي، من 4 ماي عفوا خلينا نصحني انا، احنا قلنا 4 اكتوبر 4 ماي، من 4 ماي لتوا ما سمعتوا حتى معلومه معناتها تؤكد والا تنفي معناتها موت المفقود. كثرت الاقاويل وكثر برشا كلام، مره كلام يفرح مره كلام ما يفرحش، معناها والحقيقة يعرفها كان ربي سبحانه. كيفاش تتعاملوا مع المعلومات اللي توصلكم بها؟ طبعا مرة كيفاه معناها كل شيء، لأن معناها آخر المستجدات تو معناها وصلتنا معناها كي من مصدر وثيق اللي هما موجودين في حبس العجلات، في حبس الكلبة العجلات، ومعناها ومشينا للخارجية، مشينا للداخلية، وصلت للقصر، أنا وصلت للقصر مرتين. وتعذبت برشا، ما خليت حتى بقعة، مشيت لقليبيا، مشيت للقرب، ما خليتش حتى بقعة، اللي أنا كنت ما نتحركش، معناها كنت نخدم بحذا الدار، حدي من معمل وحانوتي ولا الدار، وليت أنا شهرين ما ثماش نهار بقيت فيه في الدار، كل يوم وأنا في بقعة، حتى واحد لعطاني معلومة صحيحة، خارجي لك ما عنديش داخلية، ما عنديش،
تخرج الرئاسة حد من المكتب ده، أدفع الوحدة وأرجع تنكلمك. ما كلمنا حد، حد ما استجوب معانا. راهم ولادنا يا سي قيس سعيد، يفرحك يا سي قيس سعيد، نطلب منك جيب لنا ولادنا. راهو وصلتنا معلومة، أنا جيتك اليوم، جيتك اليوم أنا وما وصلتش باش نكلمك، حبيت نوريك معناها من مصدر معناها شنية اللي بعثولي. راهو كيفاش هما موجودين في حبس الكلبة في العجلات، وصلوني لي فوكالات، حبيت معناها تسمع ما يسالش ما بيك. وصلوك فوكالات معناتها هذايا المصدر، معناتها صوت المصدر قال لك راهم موجودين في السجن الفلاني. العجلات تبع شنو؟ في ليبيا انا ما عنديش حتى معلومه، معناها انا حبيت نوصل المعلومه هذايا باش معناها تجيبوا لنا ولادنا. احنا غلطنا نعرف، ما يسالش حسبنا احنا بعد. انا واحده من الناس غلطت، بعثت ولدي اما غالب كل شيء كاتب. احنا حاولنا عماته ولاد عم راجلي اخواتي كلنا معناها كلنا وقفنا له ورانا، ريت وقفنا له. ليه يا قصي ليه ليه؟ الله غالب معناها كاتب له معناها، حتى ريت اخر لحظه عماته ما تبالوش اصلا اليوم معناها اللي هو حرق. معناها انا تصرفت بيني انا ولدي معناها كل شيء. يعني الامل قائم، فقط تطالبون بتحرك السلطات معناتها المعنيه ان تجيبوا الامل موجود، انهم موجودين على قيد الحياه. هاي نعاود نزيد نقول لك نفرحك يا سي قيس سعيد، رانا انتخبناك انت وما عندنا حد بعد ربي. كان انت باش تجيب لنا تسمعنا وتنظر لنا وتجيب لنا ولادنا. وصل انا ثلاث مرات نجيك الغادي بحدي ماك المكتب معناها نوصل، وصلت ما نعرفش كان وصلت لك المطلب اللي عملته. ما وصلني حتى شيء، ما بعثوليش وما كلمونيش. راهم ولادنا، راهي النار تشعل فينا، راني كل يوم في بقعه، راني مريضه. ليش معناها مريضه؟ ولادي ضيعتهم، راجلي مازال كيتوفى، ضيعت عيله كامله. جرتي انا ريت دار عماته باش يهبلوا، خواتي باش يهبلوا، كل العباد الكل هبلوا. سامحني راجلك توفى بعد العمليه؟ لا قبل، قبل معناها قبل معناها، ومعناها وانا حبيت معناها نقري فيه. انا خذيت الفيرمي، يعني شفت ولا يفهم دلل مدلل باش ما يحرق، باش ما يحرقش. وعنده صاحبه هذايا لانتيم، كي حرق بقى وحده. بقى يا ماما يا ماما اخر ما حبش يركح، ما حبش يركح معناها. حتى الناس الكل مش راضي علي. عندي هذوما ولادي، عم راجلي معناها صدقني يجيب الكهرباء يركب معاه. يا قصي امك راهو هكا، يا قصي يا قصي ما سمعوش، ما سمع حتى حد معناها، كاينهم ما كلموش. وكل شيء كاتب راهو، انا ريتي اللوم على روحي وكل شيء كاتب. ما انا قتلت روحي بالدم الله غالب. انت عملت يعني عليك، حبيت تقنعني باش ما نحرقش، وفرت كله ماما. والله عمته جاتو بالدم، عماته والله بالدموع. يا قصيرة امك هذا مش هكا، عمته هذه والله كلامها توفي. قالت له عندنا احنا؟ عندنا كان قصي، كانت انتوما وفادي، ما عندنا حد. ما اسمعهمش. وانا معناها، انا معناها كاني زدت شجرت معناها، فهمتي؟ معناها فهمتي يا قصي يا قصي. في اخر لحظه كاتب انا الغالب كاتب. هذا طلبنا الاول والاخير لسيد الجمهوريه سيد قيس سعيد، اللي باش يسمع المعلومة هذه اللي وصلتنا من ليبيا من مصدر وثيق، فهمت؟ واحنا رانا ما عادش عندنا قدرة على الصبر أكثر من شهرين، وليداتنا تلامذة، فهمت؟ ما نعرفوش، خرجوا في حوايج الشتاء، لكن احنا توا رانا في الصيف، ما نعرفوش عليهم شنو ياكلوا، شنو يلبسوا، كيفاش يرقدوا، كيفاش يتعاملوا معاهم، فهمت؟ وراي البو تعب في أقصى حالة، تعب، نفسيته تعبت. مبطل الخدمة اليوم أكثر من شهرين، فهمت؟ وليداتي صغار خوهم معناها ما يتفارقوش لا ليل نهار، تعبوا فلسوا من قرايتهم، فهمت؟ أنا هذيك العرسة الوحيدة اللي متركزة عليها في حياتي ونقولها ونعاودها، فهمت؟ هذيك أملي الوحيد في الحياة، شجعته باش يقرأ رغم الظروف اللي قاسية وصعيبة. رانا قلت له نتجاوزوها نصبروا بالقراية والعلم، راك توصل وين تحب، توصل باش تحب تخرج راك بقرايتك توصل. لكن هذه حكاية زرعت له في مخه تشجيع من أصحابه اللي قراوا معاه ومن غيرهم يومين على الفيسبوك، رانا في عالم آخر، فهمت؟
هذا اللي نجم نوصله للسيد قيس سعيد رئيس الجمهورية اللي يسمعنا على أقرب وقت، وإن شاء الله يفيدنا بمعلومة ويرجع لنا أولادنا على أقرب وقت. قلت إنه تم مصدر موثوق قال راهم موجودين في السجن العجلات في ليبيا، ويقولوا إنه قلب كبيرة. والله أنا رغم اللي نبكي ونتشوى ونسمع الأخبار، نهار موجودين ونهار موتى ونهار جثث، الإحساس تخلط بكل صراحة بكل صدق، ورغم اللي يكون إيماني قوي بربي فهمت، أما ديما بيني وبين نفسي بعد لا نبكي بعد لا نتشوى، وبعد اللي يصير فيا معناها وصلت أنا مخي مفقود ماهوش موجودة معايا، نتحرك جهامة بلا روح فهمت، ديما نقول ولدي والله موجود حي، معناها كأنه مؤشر يجيك مع عند ربي باش يصبرك فهمت، لكن يومين تصويرته ما تفرقنيش، يومين ولدك عايش معاك 24 على 24 ساعه وقريب منك فهمت، وهو لول وهو البدري وهو معناها قريب منك ويحس بيك وتحس بيه فهمت. اليوم انتم امهات معناتها قلوبكم محروقه من تاع اليوم، شنو المساج اللي توجهوها للشباب اللي خلوا في الحرقه ويخلي عائلات معناتها في الحاله اللي انتم واحده من الناس ما عنديش فكره على الحرقه وعلى الشيء اللي ساير هذا، انا عشته في اللحظه اللي مشى فيها ولدي، عمري ما عنديش فيسبوك ما نسمعش على البحر على الحراقه، لكن الوقت اللي وصلنا لشيء هذا ننصح كل شاب تونسي مقيم في تونس يقرا والا يخدم، الحرقه لا الحرقه لا، راهم عايشين معناها، كان هو يفكر في روحه هو الوحيد شخصيا، كان وصل راهو ربح كان ما وصلش كليه البحر عادي، يفكر في العائله اللي وراه الام والبو والمقربين للعائله كلها، راهم يتحرقوا راهم يتشووه راهم ما عادش عندهم امل في الحياه فهمت، انا نطلب من كل شاب تونسي من كل شابه تونسيه تتنحى الحرقه من كل اي بشار اللي يطمح للمشو خرجي حرقته. شوفوا وين وصلتنا الحرقه يا شباب، شوفوا الحرقه وين وصلت ولادنا، شوفوا ولادنا وين، ولذا اي واحد يفكر في الحرقه ينساها الجمله، راهم متعذبين غاديك، راهم شواعة غادي، راهم يردوا على الكريدن غادي، ساري فاهم الباقي، انت انا نحكيك على ولدي، انت مدلل ايدك راسك ما تمدهاش غادي ماشي شنيه باش تعمل، شوف ولدي انا شنيه صار فيه والله اعلم بيه، انا ولدي مدلل، ولدي مدلل شي غادي كوين ولدي توين شهرين مرار، شربت يا شباب تونس ردوا بيكم تفكروا باش تحرقوا، فكروا اماتكم شنو الشجره فيها، انا امكم شهرين نهار في السبيطار ونهار في الشارع ما فماش حتى بقعه ما مشيتلهاش، حتى بقعه فماش مشيتلهاش، المراكز الكل انا في السبيطارات الكل دول جعفر بلومي كل الاذاعات الكل، انا اللي انا كنت ما نتحركش، انا القصر وليت نمشي عليه ونجي، انا تو يا سيد الرئيس انا بعث لك تو خلينا احنا تو منشور عندك غادي، اذا كان انت تحب تسمع الفوكاليت اللي انا حبيت تسمعها مباشر نمروية غاديك اطلبني انا نجي ونسمعهم، راهم ولادنا قالوا موجودين في حبس تعجيليات، هكا وصلتنا المعلومة، وصلتنا المعلومة هما في حبس العجيليات، جيب لنا ولادنا يا سي قيس سعيد، جيب لنا ولادنا يا سي قيس سعيد، يا ربي يا ربي حس بينا، ما يصيرش بعد عاقبنا نحن غلطنا كي بعثنا يا الله، الله اعلم بيه، انا ولدي مدلل، ولدي مدلل شي غادي كوين ولدي توين شهرين مرار، شربت يا شباب تونس ردوا بيكم تفكروا باش تحرقوا، فكروا اماتكم شنو الشجره فيها، انا امكم شهرين نهار في السبيطار ونهار في الشارع ما فماش حتى بقعه ما مشيتلهاش، حتى بقعه فماش مشيتلهاش، المراكز الكل انا في السبيطارات الكل دول جعفر بلومي كل الاذاعات الكل، انا اللي انا كنت ما نتحركش، انا القصر وليت نمشي عليه ونجي، انا تو يا سيد الرئيس انا بعث لك تو خلينا احنا تو منشور عندك غادي، اذا كان انت تحب تسمع الفوكاليت اللي انا حبيت تسمعها مباشر نمروية غاديك اطلبني انا نجي ونسمعهم، راهم ولادنا قالوا موجودين في حبس تعجيليات، هكا وصلتنا المعلومه.